صرنا نقول للدار صوتك أغلى من النار. بعض الظن عليها طعم هالروح وما عاد باكي بالقلب إلا الأسى والجروح من يوم ولد الغدر من صلب الطمع والحقد ما بكى ولي فصاح وما عاد العشق مسموح. انت مين وسط الطاق؟ راح فهمك. مسيك. شو هاي؟ هذا مو ختمك وتوقيعك على الورقة؟ هاي شو وصلها لعندك؟ هاي الورقة مو من الحكم دارية مثل ما قلك الدركي؟ مزبوط. هاي بقى أنا بعدت لك ياها وانت مثل الطشم وقعت وختمت عليها. لك انت عم تتحايل على رئيس كراكون وعم تنتحل شخصيات عسكرية، والله لا تروح فيها. فكر الدنيا سايبة. لك يا عود، عود بلا نطوطة. لو كنت عرفان على شو خاتم موقع كنت عرفت تهمتك، وتهمتك كبيرة كتير عمي. شو فيها هاي الورقة؟ جيب لنا كاسة شاي. والله نشفت اللي رياد ما حكيت. ليه؟ فوتي فوتي يا نضر عيني، جبت لك الأماني. يلا. تفضل. يسلموا هديات. تفضل سيدي. ما بدي سمي الهاري، روح. مكتوب بهالورقة إنه حضرتك كامل أفندي عبد السلام رئيس الكراكون بتعلن تمردك على والي الشام.
قولي هيك مكتوب بالورقة؟ هذا غير المسبات والشتايم اللي بتسود الوش على الوالي وعلى السلطان. لا وفوق المنا عم تطالب أي حدا بيقرأ هذا الخطاب يتمرد مثلك مثل حكايتك ويطالبهم إنه يتركوا البلاد ويطلعوا منا. بس أنا مو هيك، أنا مستحيل أكتب هيك خطاب. أخي هاي الورقة عندك، خدها وروح ترجمها وشوف شو مكتوب فيها، وبما أنه توقيعك عليها والختم كمان أكيد إذا شافوها رح توصلك للمجتمع. شو؟ يا سيدي هاي الورقة بلا وشراب ميتها. لحظة لحظة قبل ما تشقها، أنت موقع على نسختين، يعني النسخة الثانية لساها معي، عرفت كيف؟ وأنا قايل لجماعتي إذا بيصير لي شغلة لو كان هالقد قد راس الدبوس يوصلوها للحكم دارية دغري. روق روق كامل أفندي، روق والرب يسر، إن شاء الله كله بينحل على الأربعة وعشرين هيرة. أظراف الشايات والله الله يعطيكم العافية. شوفي شغلك على عيني. يا نظر عيني اطلعي لبرا. ليش ما بقدر ضل هون معكم؟ لا أيو شو تضلني هون؟ منخاف الجن يطلع من قرني يفوت لقرني. شو قصدك؟ يعني منخاف نكون وحدة مأزية يصيروا تنتين. لا دخيلك خليني روح. الله معك يا ست عواطف، الله معك يا نظر عيني. يا لطيف يا رائي بأمك شو مأنزعها. هلأ اسمعي، اجوا بيت حماية وشافوني، ان شاء الله مشي الحال. هلأ ما مشي الحال، ما مشي الحال، بس رح يمشي الحال، بس انتي بدك تصبري شوي. لك داخل انبح صوتي من كتر العياط. معلش معلش، هلأ نحن بدنا العنب ولا نقاتل الناطور؟ بدنا العنب. يلا واحد اثنين ثلاثة. قولي يا أمي شجرني يركبني يا أمي، قولي يا أمي ان شاء الله يا فوز ان شاء الله يا أمي. طولي بالك حبيبتي، طولي بالك يا روحي. قولي يا أمي ان شاء الله يا أمي، بعد عني بعد عني، قولي يا فوز بده يضربني. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. ببوس ايدك يا سيد مهيوب، ببوس ايدك، مشاء الله لا تقدم الورقة للحاكمية، لك والله بشن قولي ببوس ايدك. خلاص شباك عود عود، ما رح اقدمها، روح عود. كتر خيرك. ما حقدمها الا بحالي وحده بس. شو هي؟ يعني اذا ما نفذت لي كل طلباتي. اللي بتأمره رح يصير. اكيد. مرني. بس هيك هدول عقود بيع مزورين، بتبدل لي اياهم بالعقود اللي اعطاك اياهم ابو خالد. بس هيك شو؟ لك أنا أحسن لك إنه يطلع أبو خالد نصاب ومحتال أحسن، ولا تطلع أنت خاين وتتعلق بشنقتك؟ أنا أحسن. ها يا سيدي مالك علي يمين، من وقت ما شفته لأبو خالد حسيته نصاب ومحتال. بري عليك، هذا هو الكلام الحق ذهب أحمر. وهي حجج البيوت الأصلية. امسكهم. ايه بس في حجج قدمت لي اياهم وحده اسمها دهب. ولك هدول حجج مزورين، انا متاكد منهم مثل ما اني شايفك هلا، واذا بدك روح تاكد انت بذات نفسك. تمام. وبهالحاله بتكون دهب وزكيه مزورين ومحتالين، مزبوط لما لقى؟ لك هم مزبوط. والاملاك رح يرجعوا الي، لان العقود كلها هي مزوره. والحجج الأصلية رح أخذهم يضلوا عندي، مزبوط لما لقى؟ كمان مزبوط. والله يطعمني إدرا إنه زكية وذهب إجوا لعندك وما دكيتهم بالحبس بتهمة الاحتيال والتزوير. خلاص طالما أنت مقدم فيهم بلاغ أكيد رح يتوقفوا يا سيدي، وفوق رح حمم أسميهم على كل كركونات الشام. قوم لشوف، أعطيني العقود الأصلية وحط بالقبارة هدول محلهم. يلا
أمرك. استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم. شو صار معها؟ هدول دايمة على الشاي. صحة وميت هنا. طمنيني يا أم فوزي. الحمد لله الحمد لله جبني أخذ الخاتم. ألف ألف الحمد لله. يعني مش الحال؟ الحمد لله. بدنا نقول إن شاء الله. هلأ رائدة رح تنام من هون لبكرة الصبح وما رح تسمحي حصة. لنشوف بقى الجني رضي بالخاتم بده غيره وغيراته. الله أعلم. لا تقوليها يا أم فوزي. تقبريني يا نظر عيني. مو أنا عم قولها. هذا جني ما له بني آدم، ما بيمسك بكلمة، وبنفس الوقت ما بيرفض له طلب. معك حق. مشان هيك ما بنقدر نقول غير إن شاء الله. يا رب دخيلك. ست عواطف أنا بدي أمشي. بدك مني شي؟ بدي أعطيكي هدول. أيوة. كتر خيرك. وخيرك تقبريني. ولو ولو وعجبك كبير يا عواطف خانم يا نظر عيني أنتي. ما تواخذيني عم عزبك معي يا أم فوزي. أمانة أمانة بتخليكي محلك. أنا صرت بعرف الطريق كتير منيح. الله معك. مع السلامة. الله يسلمك. ماني مصدق ماني مصدق اني راجعه على بيتي معززه مكرمه. ايه بس اذا صار ورجعتي لا تنسي انه بيكون هالشي صار بمعيتي. ها ليش يا بعدي؟ مين استدل على بيت الزهور؟ هي علينا وعلى هالقصه. لسا كل ما قامت ايدها عن رجلها بدها تهدني فيها. اف بقى بعدين ليش مو عملتي لي معك فنجان قهوه؟ يلعين الطرقه. امي امي ساوي لحالك. مين جايكي؟ شو بعرفني؟ مين؟ أنا كامل. افتح بسرعة. أهلا وسهلا بكامل أفندي. لازم تخلوا البيت وتهربوا فورا. يو؟ خير شو في؟ قصة طويلة عريضة بعدين فهمكن ياها. لازم هلأ تتركوا البيت وتمشوا. بجوز مهيوب يجي بأي لحظة ليستلموا. انتوا هلا متهمين بالاحتيال واي دوريه رح تلقطكم رح تسركنكم. لك مو طلعوا الحجج اللي مقدمينها مزورين. قولي على قامتي. يعني انا هلا طلعت مجرمه؟ فهمني شلون هيك صار. بعدين بشرح لك. هلا قولي لي وين البيت كنتوا تهربوا عليه. اعطوني العنوان والكركون. اوعى تقربي على الكركون. يعني على طول يمنا نروح. عمتي عايشه؟ ايه. اعطيه قرنه البيت للافندي مشان يلاقينا. يلا قوام. ايه كي أنا بعرف روح بس ما بعرف دل. إن شاء الله بعد ماك. لحظة لحظة. إيه إيه يا أخي والله غلي قلبي. قلي شو فيني. اللي عمله مهيوب ما بفوت بالعقل لك أختي. ليش شو عمل؟ رجع بيوت وأملاك الحرمتين اللي طلقهم لإسمه بعد ما باعهم لأب خالد. لا عمى شلون قدر يعمل هيك؟ على اساس انت ما بتعرفي حيله لمهيوب ما؟ اخ انا اللي بعرف. اخي شو صار بموضوعي مشان الله؟ انا موضوع؟ يو انه لاقي شيء شغله اشتغلها بالحاره. والله طقيت بالبيت. سكرتيني. خلص بكره بشاور مهيوب شوف شو بيقول لي وبخبرك. الله يخلي لي اياك ولا يحرمني منك يا رب. ويخلي لي اياكي. زكيه يا زكيه أنا خلصت الضب. شو صار معك؟ بدنا نلحق روح على بيت عمتك لما تعتم العين. لك ليش لحنا ما لبستي؟ يلا هلا بدك ملايتي خلص الضب. يلا. ليش أنت رايحة معي عند بيت عمتي؟ لوين بدي روح لك؟ ليش ما عندك حدا هون؟ لا ما عندي غير مرت أبي وإذا بروح لعندها بتشمت فيني. يبعت لي حمى عليك. خلص باخذك معي لعند عمتي. إيه بس بالأول بدي روح حط صبحي عند عمته. ها؟ ليش بناخده معنا؟ لك شلون بدنا ناخده معنا؟ بدي شنطته هون ولا هون؟ بعدين بركي لقطنا نحن ورايحين. معك. يلا يلا خفي يا بس.
والله وقعت وما حدا سمع عليك يا ابو خالد. شو في اكثر من هيك سيدي؟ لسه ما شفت شيء. يا سيدنا شو استجد شيء جديد؟ لك مو طلعوا العقود اللي جايبهم عم تسفق فيهم مزورين؟ لك مو مضبوط يا سيدي، الله وكيلك مو مضبوط. نحن جبنا مهيوب وتاكدنا منه، هي مو بصمته وبصمه حرمتك كلها مو موجوده على العقد. مو مضبوط يا سيدي، الله وكيلك مو مضبوط. هاي الاملاك انا شاريها ودافع نص حقها. لا تكذب، انت عليك هلا اتهم تزوير واحتيال، يعني بدك تنام سنين بالحبس. لك مظلوم يا سيدنا، والله مظلوم. لك من وقت ما شفتك كان حاسسني قلبي انك نصاب. لك مو انا النصاب يا سيدنا، الله وكيلك مهيوب هو النصاب، ناصب على حريمه وهو ورا كل مشاكلي هلا. اوعك تجيب سيره سيد محترم مثل مهيوب، والا بتزيد تهمتك تهمه. يا دراكي. نعم سيدي. النظاره. بوس ايدك يا سيدي، بوس ايدك، انصفني. السلام عليكم يا رضيع. وعليكم السلام. لك اهلين، تقبرني. لك اهلين عمي. لك كيفك؟ شلونك يا رضيع؟ الحمد لله. لك الله يسامحك، هيك بتقطعينا عن صبحي؟ لك اسكتي، صاير معي مصيبه وما لي غيرك. تفضلوا تفضلوا، فوتي فوتي احكي لي. تقبر انتي. ابن عمي مشان الله مشان الله سامحني، والله العظيم بدون قصدي. لك يبعث لي 100 ضربه، فكره انك رح تنبسط مني. والله والله انا ما بيهون علي زعلك، تقبر قلبي. خلص باسمه، بس لا بقى تعيديها. لا ايوه، يبعث لي 100 فرمه، يبعث لي 100 فرمه اذا لست بعيده، بس المهم انت تسامحني. مشان الله سامحني. سامحتك عن جد باسمه. روحي جيبي لي المصحف وانا رح اروح اتوضى وبرجع بحلف لك على المصحف انه سامحتي. حاضر، تقبلني فورا. لك تعي لهون، انا بدي اروح احلف لك على المصحف لحتى تصدقي اني سامحتك. لا اعوذ بالله، كلامك طاب وطاب، وتقبلني انت اللي عم تقلي. خلص خلص، كرمال الله كرمال الله، خليك رايق لا تضوج. رايق رايق، يسلم لي الرايق. انا طيب، في مجال اسمك رأيت اللي شو الشي اللي بيخليك تضل رايق على طول لحتى انا ضل عم اعمله؟ ايه، اول باشتان نزلي ايدك عني. نزلتها. تاني باشتان لبقى توزي فوق راسي، وتالت باشتان والمهم اخفي لي اياه لحسك شوي. ايوه ايه، بس انا كتير بحب احكي معك، تقبرني. حسبي الله ونعم الوكيل منك. ها خلص خلص، تقبرني لا تدوش، خليك رايق. ها خفيت لحسي. واقفة بعيد عنك كمان. ابن عمي شوفني ساكتة واقفة بعيد. لك انت شو بدك تجنيني؟ لك يبعث لي ضربة ما اغباني. الله لا يوفقه، هيك بيعمل فيكي بعد ما تركتي كل شيء كرماله. بس انت يا ذهب كمان غلطتي، ما بصير تتصرفي بورتة الولد. ايه والله ما رح يهنالي عيش لرجع حقه على دوس بارة. انت بس اعطيني شوية وقت. ان شاء الله بيصير خير ان شاء الله. يلا بالاذن. رضيع، انا بعرف انك بنت اصول، مشان هيك انا ما بأمن اترك صبحي الا عندك، بس كم يوم على بين ما الله يفرجها. ولو تكرم عينك. لك هذا عيوني، هذا ابن أخي الغالي، الله يرحم ترابه. الله يرحمه. أمي بدك تدير بالك على حالك. إيه وما بتعذبها لعمي. أنا ما بطول. يلا بخاطرك. الله معك. هي بأجت صبحي. ولا يهمك. رح تتركيني؟ ما رح طول، تقبرني.
والله ما رح طول. كنت عارفة انك رح توقفي معي مثل عوادك يا ابو سليم. ما عايش واخسر لك كلمة يا ابو سليم. بس بدك الحق. والله مقهورة منك من جوات قلبي. هيك؟ عم تهددني بالطلاق بعد كل سنين هالعشرة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والله ما كنت قاصد يا ام سليم، بس يعني هيك على طلع انقلق. الله يلعن الشيطان. شو رقمه يا ام سليم؟ الله يخلي لي اياك. الله يرضى عليك. خلص من بكره بروح لعند عواطف ونكمل ترتيبات العرس. بس والله اللي مو فايت بعقلي كيف بدنا نجيبها لعنا وهي بالحاله هي. هالجوازه لازم تتم يا ام سليم، بعدين ابنك عرف انه ابو خالد متجوزها لسهور. يو مين ابو خالد؟ ابو خالد ما غيره؟ ايه ابو خالد ما غيره، مشان هيك لازم نلهيه بجوازته حتى ما يحط بقلبه وينقهر ويزعل. ايه ايه خلص مثل ما بدك. ولي ولي عم دق الباب. مين؟ أنا سكية عم تفتحي. يلا يلا جاية جاية. قولي 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 على قامتي إلهي. لك يلا يلا. يلا يلا جاي. يلا يلا. جاي جاي. أنا سكية عم تفتحي. يو وشو جابك من صاص الليالي؟ مرحبا عمتي. اشتقتلك كثير. تشتقلك العلة إلهي. شو جايبة بأجك معي؟ إيه والله يا عمتي بحب أعرفك، هي بنت حماية دهاب جاية لعندي زيارة من حما، أخته لمهيوب بتكون يعني. وأنا للصدفة عم بنفض بيتي ومهيوب مسافر، فقلت لحالي بجيب شق عليكي وبقضي عندك كم يوم. يو كم يوم؟ شبيك عمتي؟ شو صار لك؟ هي بنت حماية دهب معها مصاري كتير 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 وجايبة معها من حما ما لسه وضاب، فأهلي وسهلي في قد ما بتقدري. أهلين وسهلين يا خانم، تفضلي. بالمهلي يا خانم. نور البيت دهب خانم. شرفي 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 يا خانم، تفضلي 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 بنت حماية تفضلي تفضلي. يا ربي دخيلك، والله تعبت وأنا على هالحالة. شو أعمل لحتى تحبني يا خالد؟ يا ربي ساعدني، لازم يكون في حل، لازم.
قولي على كسرتك يا زكية، من بعد ما قبرتي جوزك القديم وردتي هديك الورثة لا عدنا شفناكي ولا شفنا منك شيء. شحني اجيت مشان زورك وشق عليكي، هذا أول باشتان. تاني باشتان بيقولوا خدوا البنات من صدور العمات. بعدين ليكك قبرتي جوزك وأخدتي هديك الحسبة. كذابة كذابة، لا تصدقيها. إيه أنا جوزي مات، أنا دبوري ما معه النقلة وأخذ كل شي معه، وليكني ليكني يا حصرتي قاعدة بهالبيت لحالي، مالي معين غير رب العالمين. يا علي عليكي، ترملتي وانتي بعز صباكي. دخيل عينك لك كلك نظر، وابن عمتك مرزوق، كل الحين ومين اللي شق علي؟ ايه الله يجزي الخير. يعني بدكم لا تواخذوني، لا عندي لا قهوة ولا شاي ولا زورات، بس رح اسقيكم كاستين مي عن اذنكم. سلم ايديك يا خانم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سلموا الايدين. اهلا وسهلا. زكية من حق عمتك معها كتير مصاري. ايه امتكني كتير، لانه وردت من جوزها هديك الحسبة، وبعدين لعندها لا ولد ولا تلت. أصبح يلي شفته هداك اليوم بالسوق هي زهور، بس ليش هيك عم تهرب مني؟ والله بس بدي أعرف ليش هيك عملت فيني. يعني معقول كانت عم تكذب علي كل هديك الأيام وعاملة حالة بتحبني؟ يا مو ليش ما نمت لهلا؟ ما في شي يا مو، ليكني فايتنا. في شي شغلك تقبرني؟ لا لا ما في شي. يلا تصبحي على خير. وانت بخير. بعت لي حمو. ركوا لي على كسرتك، وليه على كسرتك شو عم تعملي؟ ما عم بعمل شيء، بس لأنه أنا وبنت حماية ميتين من الجوع وبدنا ناكل. بالله شو جايتيني بنصاص الليالي أنت وياها جوعانين، ولي على قامتكم؟ والله جايتنا كانت على غفلة. وحياة عيونك، بس ارجع لبيتي رح عوضك. تعوضيني؟ هاتي عنك، زيحي هيك، زيحي من خلقتي. خدي خدي زهرمي. شو هاد؟ زعتر بينهدى لملوك. تفضلي. وزيت. تفضلي. وهي صحن مي مرتب. يلا شرفي. شبكي تحركي. شرف مهيوب افندي، لسلمك البيت الثاني ونخلص القصة. اخي بالاخير ما بيصح الا الصحيح، ولا انا غلطان؟ اعوذ بالله، زلمة اكابر مثلك ما بيغلط بنوب. ادق الباب دق، مشان تمسكن للتنتين نصابات انت بذات نفسك. دق. دق دق. ما في حس بنوب، بس ما يكون ما في حدا. ايه هلا منشوف اذا كان في حدا ولا ما في حدا. نتأكد. شرق. شو كامل افندي؟ الظاهر ما في حدا بالبيت. ايه والله هيك الظاهر. ابصر هالنصابتين وين راحوا؟
لك ليكون انت قايل لهم فهمهم مشان يهربوا. اعوذ بالله، ليش انا بسترجي رقبتي بايدك؟ سيدي المهم انا الحمد لله استلمت البيت ورجع لي بخير وسلامه. ايه الحمد لله. معناتها هلا رح تعطيني الورقه. اي ورقه؟ ايه لا هي الورقه بتضلها معي. لا امتى؟ والله ما بعرف، بجوز هلا طالعه واعطيك اياها دغري، بجوز خليها معي لبين ما اموت، ما بعرف، على مرائي. سيد بهيوب ليش هيك عم تساوي فيه؟ انت كل شيء عم تأمره عملته. لك شو بك خايف؟ طالما انك ادمي وعم تنفذ اللي عم اقول لك عليه، ما في مخلوق يخلق رح يضرب هالورقه، شو بك؟ بس سيد بهيوب وينك؟ رح يطلع خلقها، واذا طلع خلقي ما رح تكون مبسوط بنوب. خرسنا، ما رح نفتح دمنا بكلمة. ايوه شو ست عواطف؟ ما في تفضلي؟ ميت أهلا وسهلا، بيتي بعمره ما تسكر بوش حدا، تفضلي. رح أزعل منك يا أم سليم، ولو نحن أهل والضفر ما بيطلع من اللحم. حقك علي إذا بدر مني مبارح شي زعجك، بس والله شوفي اللي شفتها بتطالع الواحد عن طوره. طالما انت اجيتي اعتذرتي وابو سليم امبارح اعتذر، مو مشكله، نحن منضل اهل. وكيف صارت رائده هلا؟ والله تضايق ام فوزي، اجت وشافتها وحتحكمها وقال ان شاء الله بتفيق ما فيها شيء. وفاقت؟ لسه. ايه معناتها قومي خلينا نطمن عليها. قومي. جاي يلا اهلين وسهلين. يا صباح الخيرات يا خالتي. اهلين تقبرني. اهلين ان شاء الله بيستنى الوش انه جاي. احسري شو جايب لك معمني. شو جايب لي تقبرني؟ تفاح لهالوش التفاحه. وطي صوتك هلا بتسمعك. منو؟ بنت خالك سكية. منو سكية؟ قال شو جاية تقضي عندي كام يوم هي وبنت حماها دهد. ايه ليك بدي فوت خبيهم جوا قبل ما تشوفني. لا تفوت لهنيك، في النسوان قاعدين. ولا قال لك رح اطلع حطهم فوق. ايه بالكراكيب خليهم. يا أم رائدة في إيه يا أمو؟ في إيه؟ مرت عمك أم سليم هون. قومي حبيبتي، قومي الله يرضى عليكي، قومي. ألف الحمد لله، ألف الحمد لله، هيئة الطابت. ليكو يا أمو، ليكو يا أمو، مش عدل يا أمو، مش عدل يا أمو، مش عدل يا أمو. لك مين هو؟ ليكو شنيني، شنيني. يبعت لي حمى، البنت لساتها ملبوسة. فضايل، قل هو الله أحد. لا يا لطيف، البنت جانة بالمرة. وليه ان شاء الله يا امي لا تتركيني يا امي، ان شاء الله ما تتركيني يا امي، ان شاء الله ان شاء الله. يا امتي يا امتي هيئتها ما استفادت من شيء. شو اعمل بحالي يا ربي، شو اعمل بحالي؟ مهيوب تركنا لحالنا كامل افندي. ايه تكرم عينك. شرف. بوس ايدك تفهمني شو عم يصير. انت اللي بدك تفهمني يا ابو خالد، يعني شلون بتزور العقود ومرتك بتزور الحجج كمان؟ شلون لك؟ والله ما زورت شيء انا. لا حول ولا قوة الا بالله. والله حابب ساعدك، بشالتك كتير كبيرة. هاي انت هلا موجود، اعمل لي عقود جديدة وانا بدفع لك كمالة عقل بيوت والاملاك على دوز بارا.
طيب بلكي اللي اخذ الحجج الاصليه طلع لي فجاه واشتكى علي، انا شو بعمل بحالي؟ شو بعمل؟ طب انا شو بدي اعمل؟ لازم تعرف مين اللي سرق ومين اللي زور الحجاج، ساعتها تنحل قصتك. شلون بدي اعرف وانا مالي عرفان الطيخ من البطيخ؟ والله هي مشكلتك، بس تجيب الاوراق النظاميه انا بثبت لك البيعه. شلون؟ شلون بدي اجيبهم وانا مسرقن هون؟ اذا بدك بلاقي لك دوباره بطالعك من هون، بس يعني شغلتك عويصه وبتكلف كثير. كمان بدي ادفع مضاري لسه اخي، بس حبيت اني ساعدك بتأمن مصرياتك وبتخبرني. بس يا مهيوب. كامل افندي خلصت الزيارة. شبنا لك ابني، شبنا مرزوق، طول بالك علي شوي، هلا هن هيك على غفلة اجوا لعندي وانا راح اتصرف. خالتي اسمعيني، ما بدي اياكي تزعلي مني. ها عم اسمعك تقبرني. انا مجبور فيكي وبحطك على راسي من فوق يا خالتي، وانت بتعرفي هذا الشيء، بس جيت انه والله اقعد اصرف على هي سكية وضيوفها ما لا ظابطه منوبه خالتي. لا تقبرني، لا تاكل هم، بكره او بعد بكره بالكتير رح زحط لهم ورح خليهم ياكلوا ويشربوا على حسابهم كمان. ما تزعلي مني خالتي، بس الحق حق. لا تقبرني، ان شاء الله تزعل الدنيا كلها ولا تزعل انت. خلص لا تاكل هم، انا مين اللي غيرك؟ انت الوحيد الحنون اللي بتشق علي وبتحن علي تقبرني. الله يسلم لي اياكي يا خالتي ويخلي لي اياكي كل العمر فوق راسي. يبلاب قتلو قديش قوي وقاري، هي مشان تصدقي انه نحن لازم نتصرف مع عمتك بسرعه. بس ليش هيك عم بيحكي عني؟ والله ماني عملت له شيء. بص ايدي من الباط اذا ما كان حاطط عينه على مصاري عمتك. معقول؟ سكية تعي سلمي على ابن عمتك. روحي روحي. اهلين بمرزوق، والله عاش مين شافك. عاش مين شافك انت سكية خانو، منيح اللي تذكرتي انه الك اهل وقرايبين. يوه ليش عم تحكي معي هيك؟ بدك شي خالتي؟ اقعد تقبرني، اقعد شربك كاسة مي باردة. بلاها المي خالتي، جاي جربك انا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة تقبرني. وين سكية خانو؟ شو وين؟ فايتة أعمل فطور مشان نكسر الصفرة. فطور؟ إيه فطور ما حلوة مشان ذهب خانو. يوه لكن حطي الزعترات اللي زادوا مبارح مع صحن مي مرتب. ماشي عمتي. أهلين وسهلين. يسلموا ايديكي. الله يسلمك. الخلايق بالحاره دريوا انه عرس البنت قرب، يعني مو ظابطن اجلو بنوب بنوب. شلون يا ام سليم؟ شلون والبنت بهالحاله؟ من يوم ولدت
طمع والحقد ما بكى ولي فصاح وما عاد العشق مسموح.